ذكر الله عز وجل في موطن الخوف هو عز الأمن. فالإنسان إذا ذكر من يحب اكتسب قوة ذاتية، وإذا عرف كما قال القائل من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. أنا لقيت رجلا من علماء طاجكستان في مكة سنة 96. الرجل ده كان سنه فوق 90، وكان معه مجموعة من تلاميذه، وجرى ذكر ما فعله الروس في المسلمين وأنهم كانوا يقتلون علماء المسلمين وهكذا. فأنا سألت بعض تلاميذه الذي كان يتكلم، قلت له إذا كان الروس كانوا يقتلون علماء المسلمين كيف نجا هذا؟ سنه فوق 90، كيف نجا؟ فسأله هذا السؤال، قال له إن فلان يعنيني يقول كذا وكذا وكذا. فتكلم الرجل وكان كلامه عجبا من العجب. هذا الرجل يا إخواني رضي بالحبس الاختياري 60 سنة، حبس نفسه اختيارا، مش قبض عليه ووضع في السجن، لا. كيف ذلك؟ لما رأى هذه الهجمة على علماء المسلمين وخشي أن تجف منابع اللغة وهي المدخل إلى القرآن والسنة، عزم بينه وبين نفسه أن يكون جنديا يحمل هم الإسلام. فكان يتفق مع أهل قرية ما أنه سيدخل هذه القرية، يستأجرون له بيتا ويظل في هذا البيت شهر، 2 سنة، 2 سنة، 3، 4، لا يخرج من هذا البيت ولا يشعر به أحد، وبالليل أهل القرية يسربون إليه الأطفال، يعلمهم العربية ويحفظهم القرآن والسنة. فإذا قضى مهمته في هذه القرية بعد 1-2 سنين يتفق مع أهل قرية أخرى ويتخذ الليل جملا ويمشي بالليل ويدخل هذه القرية، فيحبس نفسه اختيارا في بيت من هذه البيوت ويعلم أطفال القرية اللغة والقرآن والسنة، فإذا قضى مهمته ذهب إلى قرية أخرى، وهكذا قضى 60 سنة من عمره. لو عندنا 100 مثل هذا لفتحنا الدنيا. لو عندنا 100 مثل هذا الرجل. ليه؟ لأنه كان يحمل هما، لم ينظر إلى مجده الشخصي، إنما كان ينظر إلى محنة أمته. لذلك هان عليه أن يحبس نفسه في الوقت الذي يستمتع فيه الملايين بالحياة. لا يفعل هذا إلا الحب، الحب هو الذي يفعل هذا. انظر إلى أبي الشيص وهو أحد الشعراء المجيدين في الكلام في الحب، يقول: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم،
إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. يقول: وقف الهوى بي حيث أنت، يعني أنت منتهى أملي، ليس لي أمل بعدك، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. وأهنتني، فأهنت نفسي جاهدا. يقول له: أنت يا حبيبي أهنتني، ولأنني أحبك رأيت إهانتك لي عزا لي، فأهنت نفسي أنا الآخر. وأهنتني، طبعا لم يغضب، لأن المحب إذا غضب من حبيبه نقصت محبته، حتى يرى كل فعل حبيبه جيدا. وأهنتني، فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرمه. أشبهت أعدائي، ما هو العدو بيعمل فيك إيه؟ العدو يهينك، عدوك لا يكرمك، إنما يجد في إهانتك. فيقول له: أهنتني وصرت مثل أعدائي، فمن حبي لك أحببت أعدائي. تجد حبا أكثر من هذا؟ أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، وهو الإهانة. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. يلومونني أنني ملتزم، هذا شرف لي، هذا ليس بعار. الحجاج بن يوسف الثقفي زمان لما أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، أرسل إليها فلم تذهب إليه. وأنتوا طبعا أكيد قرأتم الفتنة التي حدثت بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، والقصة اللي حصل بقتل عبد الله بن الزبير وصلبه الحجاج بن يوسف الثقفي على مدخل المدينة. فكان الحجاج إذا أراد أن يعير ابن الزبير وأن يشتمه كان يقول له: يا ابن ذات النطاقين. هو دي حاجة تعر دي؟ هذا شرف. فكان عبد الله بن الزبير يقول له: تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني مثل هذا لا يعير به، مثل هذا شرف أن تكون أمي هي ذات النطاقين. زي زمان ما كان، أيام ما كانت اللحية غريبة في بلاد المسلمين من 30 سنة، كنا نمشي في الشوارع فلما واحد يحب يتريق علينا يعني ويستهزئ بنا ينادي: يا سني. طب هي يا سني عيب؟ ينسبك إلى السنة، ده هذا شرف أن ينسبك إلى السنة. فلما يقول لك يا سني كأنه يستهزئ بك، زي الحجاج لما كان يقول لعبد الله بن الزبير: يا ابن ذات النطاقين. فأنا أريد أن أقول الحب أول ركائز العبودية، أول ركائز العبودية أن تحب. ثاني الركائز أن تذل، وكلاهما يرتبط بمع ارتباطا وثيقا لا انفكاك منه إطلاقا، لأن المحب ذليل بطبعه. وتعرف كلما ازداد حبك كلما استطعمت الذل. في واحد ممكن يستطعم الذل؟ أشرف ما فيك هذا وهذا، الأنف
أبرز ما في الوجه. ومأخوذ منه الأنفة، الأنفة اللي هي الكبر والعز. ولما أنت بتحب تبين أنك أنت زليت واحد تقول أنا جبت مناخيره الأرض،